تتيح خدمة مواد دعم المزارعين الصيادين لملاك المزارع من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب دعم المواد الزراعية والمعدات لغرض تشجيع وتطوير الزراعة كمهنة، فضلاً عن تحسين غلة المحاصيل. للوصول إلى الخدمة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه www.moew.gov.ae من الترويسة العلوية، ثم قم بتسجيل الدخول ومن ثم اختيار دليل الخدمات والبحث عن الخدمة مواد دعم المزارعين الصيادين، ومن ثم قم بفتح الخدمة وانقر على الزر الأحمر الموجود على يسار الموقع ابدأ الخدمة، كما هو موضح بالفيديو الخاص بكيفية ملء الطلب www.eservices.moew.gov.ae. لملء استمارة الطلب قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في تبويب البيانات المبدئية، اختر مقدم الطلب وسيتم تعبئة البيانات بشكل تلقائي في الحقول، تذكر أن تتحقق من جميع البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب. في تبويب بيانات الخدمة يجب اختيار نوع الطلب مستلزمات المزارعين، قم بالضغط على أضف مادة دعم، ثم قم بتعبئة النموذج وقم بتحميل الملفات المطلوبة في أسفل تبويب المرفقات، ثم اضغط على أرسل. في تبويب المدفوعات قم بقراءة شروط وأحكام الدفع، وضع علامة في المربع لتأكيد قراءة وفهم الشروط والأحكام، ومن ثم انقر على احتساب إجمالي الرسوم، ومن ثم اختر نوع البطاقة، ثم انقر على تأكيد. حالة الطلب متوقف على استلام المواد. سيتم الانتهاء من الطلب عندما تقوم الشركة الموردة بتسليم المواد للمتعامل.